ورجعنا لكم من جديد على كوين 3، وكالعادة طبعا زي ما انت متعود من عندنا على الجديد والحصري. النهاردة جاية اوزع الهدايا اللي وعدتكم بيها او اللي بدرت فيها في القناة. طيب مبدئيا كده، لو رجعنا للفيديو زي ما هو مكتوب قدامك، مش مسابقة، مكتوب قدامك هدية للأعضاء. وزي ما انت حضرتك شايف دلوقتي، احنا مجهزين الفلوس عشان نبعتها للأعضاء. اول حاجة انا قلت المسابقة هتكون على 100 دولار، وبعد كده اتضح ان في ناس كتيرة جدا من التعليقات فعلا موجودة بشكل كبير جدا وفترة كبيرة جدا. ده يدل ان في ناس كتيرة مهتمة ومهتمة بالعملات الرقمية، وعشان كده قناة كوين 3 بتدعم المهتمين. يعني مش بنقولك شارك الرابط ولا بنقولك اعمل مسابقات او بنقولك شروط عشان تكسب من عندنا، احنا بنشوف الناس مهتمية وبنساعدهم. فدي فكرة الابليكيشن كله، وده فكرة الموضوع كله. يلا ندخل مع بعضنا النهاردة فكرة الابليكيشن او فكرة الموضوع. انا مش جاي اشرح، بس هو انا متعود اقول كده فكرة الابليكيشن. فكرة الفيديو النهاردة ان احنا هنوزع الفلوس، ولكن طبعا قبل ما نوزع الهدايا، طبعا انا طلبت على جروب تليجرام ان هم يبعتوا المحافظ. في بعض من الاعضاء بعتوا، وفي بعض منهم لسه لحد الان ما بعتش. طيب قبل ما نخش على ارسال الفلوس، خلينا نختار 10 من الناس الجديده. زي ما قلت لكم طبعا انا هعمل 10 من الناس الجديده. خلينا كده نخش على الفيديوهات ونختار 10 من الناس الجديده، زي ما انا بختار في اي فيديو. زي ما انت عارف انا بختار تلقائي للناس اللي بشوفها دايما على كوين 3. يلا كده نشوف الفيديوهات مع بعضنا. خلينا كده نشوف فيديو بالصدفه. لو انت حظك موجود في الفيديو، انا عارف ان انت بتبقى موجود في الفيديوهات كلها، ولكن لو انا شفت تعليقك اعرف ان انا عارفك. يلا نشوف يا زميلي مع حظك كده الجميل. خلينا مثلا نخش ونشوف، خلينا من الفيديوهات اللي فوق عشان انا قلت ان الناس الجديده، يبقى خلينا في اخر اسبوعين. اخر اسبوعين مثلا نروح على الفيديو ده. طيب خلينا اول حاجه نقفل ده عشان في اعلان هنا لازم نعديه، عشان كده هقطع خلينا نعدي الاعلان ده عشان ما يقولش انت بتتفرج على الاعلان. ورجعنا لكم من جديد على دلوقتي في قلب الفيديو. انا تلقائي بخش على التعليقات عشان اشوف الكومنتاريو بتاعي. طيب هتخش هنا على التعليقات بتاع حضرتك. خلينا مثلا نشوف من الناس الجديده. طيب زي ما انت شايف حضرتك، ده هيكسب معانا 1 دولار. فزي ما حضرتك شايف، انا مش عارف انسخ دلوقتي عشان بتعامل بالكمبيوتر. فزي ما حضرتك شايف 1 دولار ده اللي تحتها هياخد 5 دولار دلوقتي لسه بعتله. ده بشوفه كتير بصراحة، يعني بقالي كتير بشوفه ده مهتم، فندعمه ب1 دولار من عملة البي ان بي. يوسف نفس الكلام برضو، يوسف ابعت برضو محفظتك. بالنسبة لهبة بعت لها الفيديو اللي فات، وكوكو برضو هتفوز معانا، خليها في الفيديو اللي بعد كده. طيب محمد فتحي يفوز معانا ب1 دولار. يبقى محمد فتحي وي 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 والبرنس، انا مش عارف اقرا اسمه بصراحة عشان اسمه لاتيني. يبقى انا دلوقتي هناخد محمد فتحي، وهناخد مين تاني؟ البرنس اللي فوق. تمام، بالنسبة لباقي الأعضاء معانا اللي بيشاركوا بشكل مستمر، زي ما حضرتك شايف أنا ليه اخترت مثلا نور، وليه اخترت هبه، وليه اخترت مثلا عبده، لان هم شايفهم دايما بيكونوا موجودين. مش موجود اللي هو بياخد تعليق، لا موجود ان هو بيهتم فعلا بالعملات الرقميه. فخلينا نكمل كده. طيب نختار باقي العشرة. احنا كده دلوقتي اخترنا 2، فنشوف كده. ده بشوفه كتير محمد، ولكن معرفش هو مين فيهم. فنشوف ده ماشي ياخد معانا 1 دولار. اوكي يبقى ده معانا 1 دولار بعملة بي ان بي من الناس الجديدة. انا دلوقتي بختار من الناس الجديدة، احنا لسه في فاضل ناس قديمة بتاعت 5 دولار ما اخترناهاش لحد دلوقتي، فاحنا دلوقتي بنختار من الناس الجديدة. طيب بالنسبة للناس الجديدة اللي معانا، هنشوف مثلا ده برضو معانا، بشوفه كتير حمو. يبقى حمو ياخد معانا 1 دولار. طيب هالة لسه داخلة جديد، فخليك معانا هلا طول ما انت موجود على القناه هتكسب برضه نفس الكلام. مراد برضه جديد، يبقى محمد جمال جديد، علي، علي انت فين علي؟ يبقى 1 دولار لعم علي. يبقى احنا كده خدنا 3 من عمله البي ان بي، 3 دولار لحد دلوقتي، ما اعرفش 4 ولا 3. ماشي اللي قلته مفيش مشكله، حتى لو 1 دولار زياده او ناقص مفيش مشكله، انا اصلا كده محضر لكم كتير بالزياده يعني. فنخش كده نكمل. ربحك بالمصري كنت بشوفه كتير ولكن مش موجود دلوقتي. حفيدك برضو نفس الكلام. ما تنساش تعمل لايك وتسيب تعليق في الفيديو ده، ممكن تكون حظك بعد شهر اختار في الفيديو ده في اللي انا بسجله. شاهد وانطلق برضو بشوفه كتير. اشرف فاز معانا، مصطفى جديد، الحلوني رضوان برضو بشوفه بس هيفوز معانا بس مش دلوقتي. تمام،
الناس اللي بقول لها خلاص هتفوزوا معانا في المسابقات اللي بعد كده، اعرفوا ان انتم موجودين دايما في قناة كوين فري. بالنسبة طبعا ل تمام الناس دي طبعا انا بالنسبة مثلا لفادي عارفه ولكن مش مهتم برضو، مجدي لسه جديد. بالنسبة لحيدر فاز معانا امبارح، وصلاح هيفوز معانا بعد كده، وعلي برضو هيفوز معانا بعد كده، وتك تك تك الفيديو ده. يبقى احنا خدنا من الفيديو ده 3. بوندو كان بيجي زمان وكان مهتم ولكن دلوقتي مش مهتم، اللي هو عبده في هناك. محبو السيد هياخد معانا 1 دولار. فينك يا محمد؟ مساء الفل. مين تاني؟ طيب في الفيديو ده احنا كده خلاص خلصنا الفيديوهات، يلا كده نشوف فيديو كمان عشان احنا كده اخدنا 5، ناخد 5 كمان. نخلينا كده في الفيديوهات الجديدة، خلينا ناخد مثلا الفيديو اللي هو بتاع خلينا نخش في ال NFT عشان الناس اللي هي بتاع ال NFT بيكونوا افضل ناس. انا مش عارف ليه الاعلانات بتظهر ليا مع ان انا مش عارف. تمام ورجعنا لكم. احنا دلوقتي بنيجي نختار مثلا البرنس ده بشوفه كتير هيفوز معانا، مثلا ده فاز معانا برضو هيفوز معانا تاني. ليبيا برضو لسه داخل القناة جديد، كورة جديد، محمد جديد قوي، احمد محمد جديد قوي، بالنسبة للتوضيح جديد قوي. مثلا يبقى عبده مرتضى هياخد معانا 1 دولار. هنا 6. تمام. وسام كان بيجي زمان ودلوقتي مش بيجي. اللي بعد كده محمد برضو كان بيجي زمان ومش عارف. ماشي يا محمد، خد 1 دولار يا محمد، بشوفك كتير مش مشكلة عشان تشجعوا نفسكم. الفيديو ده زيزو كان بيجي مش عارف، بشوفه مرة كل اسبوع. نفس الكلام برضو ياسين مرة كل اسبوع. حيدر معرفش اي واحد فيهم، بشوفه برضو هيكسب معانا. بالنسبة لسارة برضو جديدة. طيب عشان تعرفوا ان انا عارفكم كلكم يا جماعة، عشان ما تقولش هو بيختار ازاي، ولا انا بعرفكم كلكم لان انا دايما برد على التعليقات زي ما انت شايف انا شغلي، فدايما بهتم بيه فبعرف مين المهتم ومش مين المهتم. بالنسبة لباقي الناس ماشي تمام. بالنسبة لباقي الناس اللي انا اعتقد اخترت 8 او اخترت 9، اللي اخترته يبقى هيفوز معانا. طيب انا لحد توزيع الهدايا هتوصل لحد يوم 30، النهارده دلوقتي هنوزع للناس الخمسه عشان نشجعكم. بالنسبه طبعا للخمسه زي ما احنا شايفين انا كنت على تويتر قلت لهم هاتوا العناوين، فما اعرفش دلوقتي هم بعتوا العناوين ولا ايه. نخش مع بعض كده نشوف ونتاكد مع بعض. طيب هنخش على تويتر. بالنسبه للشكل ده في ناس بعتت يا جماعه ملهاش ما فازتش ولسه برضو بتبعت. بالنسبه مثلا لهبه، هبه كانت استلمت مني تقريبا من اسبوع او من يومين، انا بعت لها هبه عشان هي عشان ما تقولوش ما بعتش لهبه ليه. هبه طبعا بعت لها، لو انت شايفانا هبه دلوقتي او سمعانا اكتب تعليق ان وصلك، لو وصلك طبعا وصلها، بس انا لازما لو عجبك المحتوى تعمل لايك، لازما لو عجبك عجبك. مثلا ده بيتكوين، هنخش كده نروح واخدين العنوان بالشكل ده ونرجع تاني على المحفظة، ترجع على عنوان كده. فطبعا عشان تبعت للناس اللي هي متعرفش بتبعت ازاي والجو ده، بمجرد طبعا عشان تبعت انا مش بصور، بتيجي طبعا على انفيار بالشكل ده وتحط العنوان هنا عشان تحط الكانتيدات، تعرف الكانتيدات بتاعتك اللي هي الرصيد بتاعك. فبتحط هنا مثلا 03012، يبقى مثلا 01 عشان نجيبها 5، 09، 06، 02، طيب 01، 3، 9، 8، 7، 6، 5. تمام هنبعت لك 5 دولار و3 سنت زي ما هو موضح قدامك في الشاشة، بتقول كونتينوار وبتيجي طبعا تدفع 3 سنت للي بيوصلوا كده. بيتكوين هيقول ايه اللي بيحصل ده، وصلني
وصلنا البي ان بي، فبتعمل كده ريفريش زي ما انت حضرتك شايف بتكون وصل له، ولو عملنا كده بتكون اتخصمت قدامك في قلب الشاشه. اللي بعده بيكون كده انت وصلك، بتقول له مثلا كده عشان نقول له تم. بالنسبه اللي بعده الناس اللي هي بتبعت، يا جماعه ما حدش يبعت من فضلكم غير اللي انا اقول له. نشوف كده مين اللي بيبعت ده. هو واحد لسه بيبعت، ما اكيد ما فيهاش سيئه. انت مين؟ نكمل باقي الناس. اشرف، ناخد اشرف عنوان بالشكل ده، وبنفس الكلام برضو في الارسال بتيجي هنا تحط العنوان، وهنا احنا كنا عملنا قد ايه عشان احفظها دي؟ 1 2 5، لا 2 3 5، 1 3 5. خلينا بقى ناخدها كده كوبي عشان نبقى حافظينها. فده لأشرف، مبروك يا أشرف، ونعمل كده. أشرف ده من أول الناس عندي في القناة، هو فاز معايا كتير بصراحة، ولكن دايما دايما أشرف بيفوز، لأن أي أشرف ده يعتبر من لما كانت عندي القناة 600 700. فبالنسبة كده لأشرف بعتنا له زي ما أنت حضرتك شايف الرصيد طار من قدامك، فكده تمام يا أشرف. نقول لأشرف تم عشان يعرف برضه. طيب فاجئ دلوقتي زي الناس اللي اتفاجئت. مين تاني؟ كوكو اللي هي نور. هنا بنعمل كده نفس الكلام، وبنعمل كده، وهنا الكمية احنا كنا قلنا كام؟ احنا كنا واخدينها نسخ بس مش تيجي دلوقتي. ماشي، 0 0 1 3 5، تمام. ونور، مبروك يا نور بالشكل ده، وبتعمل كده. زي ما حضرتك شايف اتخصم الرصيد. اللي بعد نور، نور ما قلنالهاش نور، تم يا نور. احمد اليمني، شاف كل احمد اليمني، بتيجي كده وتقول له هنا، وهنا 0 0 1 3 5. احمد هياخد اكتر، حظك بقى يا احمد، هياخد اكتر عشان العملة طلعت دلوقتي وانا ببعت له. فهنا ترانسفرنسيا، فبتيجي تعمل كده، وزي ما حضرتك شايف. اللي بعد كده مين؟ عبده. فين عبده؟ عبده فين فين فين؟ كان بعت لي عبده اهو، تمام. عبده ده برضو اول واحد دايما بشوفه في كل الفيديوهات، اول ما اعمل اي فيديو اي دايما اول واحد، قبل حتى ما اخش لكم على التليجرام اقول لكم انا نزلت فيديو. قول يا عبده مبروك عليك يا صاحبي. 0 0 1 3 5، هتاخد برضه كتير، حظك يا عبده، تمام. مين تاني؟ يبقى احنا كده تمام. بالنسبه للناس اللي موجوده تحت دي طبعا مش ما فازوش دلوقتي في الوقت الحالي، فنتمنى من الجميع يفوز. ده الشغل كله يا جماعه، انا مش جاي اقول لك اعمل مشاركه للفيديو ولا جاي اقول لك اي حاجه، فقط غير ان انا اقول لك لو انت مهتم هتلاقي كوينت 3 بتساعدك دايما كل المجالات. بالنسبه طبعا لباقي الناس اللي هي كسبت 1 دولار، هتبعت حضرتك العنوان، واهو لسه بعت لي. طب كويس، قبل ما نقفل مهندسنا ابعت يا اسطى. انا تبع ال 15 انا عارف يا عم، انا عملت لكم 15 وانت الثلاثه مش ليك لوحدك، هو كان فاكر 15 ابعت. طب كمان قبل ما نقفل الفيديو، فبالشكل ده بنكون هناخد من عبده ونبعت له قبل ما نقفل الفيديو. ابعت يا عبد، تمام. بالنسبه لبرضه عبده نفس الكلام برضه، هنا ارسال. انا كده بعت المجموعه كلها اللي هي اخترتها في المجموعه الاولانيه. طيب زي ما حضرتك شايف هنا، يبقى 1 وبنقول له كده، يبقى تم الكل تم. نرجع لعبده ونقول له تم. بالنسبة طبعا للناس اللي هي فازت بواحد دولار، زي ما قلت لك حضرتك هتلاقيني على تليجرام في وقت توزيع الفيديو، او في وقت ان انا ارسل لك اقول لك ابعت محفظتك، فمحدش يبعت او محدش يجي يقول لي فين الهدية، مفيش الهدية، انا ما استلمتش الجو ده. صدقني انا ببعت تلقائي للناس المهتمية. فالناس اللي هي كسبت في اول الفيديو في البداية هتلاقيني بقول لك
ابعت محفظتك وقت الارسال. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك ونشوفك في جديد على كوين 3.